مرحبا بكم متابعينا. قضية تكشف لأول مرة وتفضح معالمها، يتورط فيها أكثر من 25 شخص معروفة، من بينهم إعلاميون معروفون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة، في قضية تآمر على أمن الدولة والإخلال بالأمن والإنقاص من قيمة الدولة التونسية لدى الدول في الخارج، والتنقيص أيضا من قيمة الرئيس قيس سعيد ومهاجمته في كل المنابر التلفزيونية. لكن الشيء الصادم في هذا الكل أنه على رأس المجموعة المتكونة من 25 شخص مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، هذا بسبب أنه نادية عكاشة تعمدت تسريب عدة تسريبات صوتية تنقص فيها من قيمة الرئيس قيس سعيد. وإليكم بعض ما قالته نادية عكاشة في بعض تسريباتها الصوتية. اسمعني كلمني راهو كلمني كلموني من القفر ما زيدش عليهم. والله نعرف ما خويت. اي اللي ارتميت انا اللي ارتميت من ارتموا في احضان الخارج. انا راني باهي سيدي هاي هاني ارتميت في احضان الخارج، ما بوستش الكتاف، هذه مشكلتي انا ما بوست حد في الخارج. مش كيف هو راه ماكرون ولا يرعش، والله العظيم يا ولدي بجاه ربي حلا يا ولدي غلطي انا، شبيني انا نعرف عليه باش يولي يرعش هكاك، غلطه نفسيه العبد باش يولي يرمي في روحه ويبوس في الراجل. والله تو نحب نقول لك صحيح، جماعة عكاشة قويين راهم، والله والله قلت لك كيما لو فينيكس دي ني دو سي سونغ، مادامها بنت عكاشة مادامها جارحة. هذا اللي تبين فيما بعد انه نادي عكاشة تابعة لشبكة لترذيل وتشويه صورة الرئيس قيس سعيد. الشبكة هذه تتكون من 25 شخص بما فيهم رجال اعمال فاسدين يريدون الاطاحة بنظام الرئيس قيس سعيد، بعد ان قام الرئيس قيس سعيد بالعديد من الحملات الامنية ومحاسبة العديد من رجال الاعمال والسياسيين الفاسدين. هذا وقالت مديرة الديوان الرئاسي نادي عكاشة في تدوينة نشرتها على صفحتها بفيسبوك يوم السبت الفارط. الزج باسمي في قضايا لا علاقة لي بها بتاتا شيء مقرف ومخزي، سكت كثيرا احترام مني لواجب التحفظ والشعور بالمسؤولية تجاه بلادي، ولكن امام هذا العبث والهرسلة والرغبة في التشويه لا شيء الا لانني نجحت حيث فشل اخرون، اظن انه من الواجب الازداع بالحقيقة، ان غدا لناظره قريبا. هذا يبين انه نادي عكاشة تخفي العديد من اسرارها واللي قالت انها باش تكشفها في الايام القادمة، ومن الظاهر انه باش يأتي زلزال كبير في الايام القادمة. في اخر الفيديو ان شاء الله ربي ظهر الحق، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.